بناء على رغبه حبيبتنا شهد اللي اتصلت بيا امبارح، اتصلت بيا اول امبارح وطلبت طريقه او وصفه لتطويل الاظافر. حقك عليا ان انا ما اتكلمتش عنها امبارح، بس ان شاء الله ما كانش ينفع ان انا ازعلك مني. فالنهارده ان شاء الله وصفه جربي علشان خاطر عيون شهد وعلشان خاطر عيون اي حد عايز يطول ضوافره بطريقه صحيه وبسرعه، مش طريقه صحيه بس. طيب عندنا طريقتين لتطويل الاظافر، اول طريقه والمكونات موجوده عندنا في البيت، جربي النهارده لتطويل الاظافر. طيب الطريقه الاولى محتاجه ان انا هستخدم فيها معلقه من زيت الزيتون، معلقه من زيت الزيتون ومعلقه من ميه الورد. الاثنين هيتحطوا على بعض؟ لا الاثنين مش هيتحطوا على بعض، انا عايزه معلقه زيت الزيتون تتحط على النار دقيقه مش اكتر من كده، يا دوب تسخن، وبعد كده اسيبها تبرد، وبعد كده اروح ماسكاها حطاها على صوابعي من عند الضوافر كده، وابدا ان انا اغلف بيها الضوافر خالص، واروح لابسه كلافز اللي هو الجوانتي بتاعنا دوت اللي هو الطبي، البسه وانام بيه واقوم الصبح اقلع الجوانتيات من ايديا، وابدا ان انا اغسل ايدي عادي، وبعد كده اروح ماسكه ميه الورد على قطنه كده، وابدا ان انا اعمل بيها ايديا عشان ارطبها. المره دي الوصفه دي بنستخدمها قد ايه؟ ثلاث مرات في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع، يعني يوم بعد يوم تعملي الموضوع دوت قبل ما تنامي. يبقى اول وصفه معلقه من زيت الزيتون تسخن ونسيبها تبرد بعد كده، وبعد كده نغلف بيها ضوافرنا، وبعد كده نلبس جلافز على ايدينا وننام، ونقوم الصبح نغسلها ونبدا ان احنا نطريها او نرطبها بميه الورد. دي اول وصفه. تاني وصفه هستخدم ايه؟ معلقه من عصير الليمون مع معلقه من زيت الزيتون، اخلطهم كويس قوي مع بعض وارفعهم على النار نص دقيقه، يا دوب برضو يسخنوا مع بعض كده، وابدا ان انا اغلف بيهم ايديا بس بطريقه معينه شويه. فرشه سنان صغيره كده او قديمه عندك ما تستخدمهاش لسنانك، وتبداي ان انت تاخدي من الخليط وتبداي ان انت تعملي الضوافر كويس جدا علشان تتشبع او تتغلف كويس قوي من الخلطه، اللي هي عباره عن معلقه صغيره من عصير الليمون ومعلقه صغيره من زيت الزيتون، يسخنوا نص دقيقه على النار ونسيبهم، وبعد كده نعملهم بالفرشه. بنسيبها على ايدينا حوالي نص ساعه، وبعد كده نغسل ايدينا كويس جدا ونرطبها برده بميه ورد، برده بنستخدمها ثلاث مرات في الاسبوع. جربوا الوصفات ديت وان شاء الله باذن الله، علشان اللي عايزين يطولوا ضوافرهم باذن الله هتجيب نتيجه حلوه قوي معاهم ونتيجه سريعه. جربوها وان شاء الله تدعوا لي. طيب دي فقره جربي علشان حبيبتنا شهد اللي اتصلت وقالت عايزه طريقه لتطويل الاظافر.